ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب؟ زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. وكونها صاع من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة، فالرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج زكاة الفطر منه لأنه طعام. وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، حرا أم عبدا.